هو نور العالم، وهو البداية والنهاية، وهو الأول والآخر. هو الطريق الوحيد للخلاص، هو رأس المعرفة، وهو البدء، وهو الحقيقة، هو خبز الحياة، هو الحب وجوهره، وهو نور لا ظلمة فيه البتة. صوته كهدير المياه، هو ابن الإنسان وصانع المعجزات، هو صورة الله غير المنظور ورسم جوهر الله. أشبع الجياع والمحتاجين فصلبوه لأنه محبة خالصة للقريب والبعيد والأعداء. أحب الفقراء وكسر شوكة الموت. شتمه كثيرون وحرف كلامه آخرون، وهو لا يزال بالحب وليس بالقتل يفتح الباب لمن يقبلون. وهو رؤوف حنان طويل الروح وكثير الرحمة، هو الفداء وليس بأحد سواه مغفرة الخطايا. هو يسوع المسيح ابن الله المخلص.